الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المؤمنين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، خير الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. في الحديث الآخر يقال لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم، بدلت سيئاتكم حسنات. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين، في كتاب السلام، قال: باب آداب السلام. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى كيفية السلام على الطريقة الشرعية، أي كيف كان يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هذا الباب، وهو باب آداب السلام. وكما ذكرنا في أول هذا الكتاب، كتاب السلام، أن السلام عبادة عظيمة وعبادة جليلة، لها أحكام وكيفية وآداب وفضائل. وذلك السلام من محاسن الإسلام ومن فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آداب السلام ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: والصغير على الكبير. وقال: وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد، ورواه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: حديث حسن. هذان الحديثان فيهما بيان آداب السلام، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من الذي يبدأ بالسلام، وهذه من الأداب، أي من المستحبات. قال: يسلم الراكب على الماشي، ويسلم الماشي على القاعد، والكبير والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. هذه من أداب السلام، يعني يستحب للماشي أن هو الذي يبادر على القاعد، والراكب هو الذي يبادر على الماشي، ويبادر القليل على الكثير، ويبادر الصغير على الكبير. فإذا لم يبادر من الحق عليه، فهل معنى ذلك ألا يبادر من كان الحق له؟ نقول: يبادر حتى وإن كان الحق له، فيسلم الكثير على القليل، ويسلم الكبير على الصغير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثاني، قال: أولى الناس بالله من بدأ بالسلام. فإذا أنت بادر حتى تفوز بهذه الفضيلة، وهي أنك تكون أولى الناس بالله سبحانه وتعالى حتى وإن كان الحق لك، يعني كنت كبيرا والمسلم عليه صغير، فتبدأ أنت حتى تفوز بهذا الأجر العظيم. لكن في بيان الحقوق، الحق للكبير على الصغير، وللقليل على الكثير، وللماشي على الراكب، وللقاعد على الماشي، وللماشي على الراكب. هذا من باب بيان الحق. أما من جهة المبادرة، فإن كل إنسان يبادر حتى يفوز بالأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولى الناس بالله سبحانه وتعالى. قال: باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه عن قرب، بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال، أو حال بينهما شجرة ونحوهما. وهذا الباب عقده المصنف لبيان هذه المسألة التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي كثرة السلام حتى عن قرب. قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذه المسألة، قال فيما معناه: يعني أن الإنسان يسلم على أدنى سبب يحصل بسببه السلام. لماذا؟ لما في السلام من الخير العظيم.
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته، في حديث المسيء صلاته، وهو حديث مشهور عرف بهذا، عرف بمسمى حديث المسيء صلاته، أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، يعني سلم على الرسول، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات، متفق عليه. المصنف ذكر هذا الحديث مختصرا، وإلا فإن الحديث طويل، ولكن ذكره من أجل الشاهد على الباب، وهو أن هذا الرجل الذي دخل وصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن صلاته كانت من غير طمأنينة، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتك غير صحيحة، فدل على أن الطمأنينة في الصلاة من أركان الصلاة، فمن لم يصلي من غير طمأنينة لا صلاة له، والطمأنينة هو أن يعود كل عضو إلى مكانه الصحيح. والحديث فوائده كثيرة، ولكن المراد والشاهد لهذا الباب أن هذا الرجل قام وصلى مرة أخرى ثم رجع إلى النبي فسلم، فرد عليه النبي السلام، فعل ذلك 3 مرات. الشاهد لهذا الباب استحباب السلام وتكراره حال انقطاع الرجل عن الآخر، سواء انقطع عنه يعني بالذهاب والإياب، أو انقطع عنه بالصلاة ثم عاد إليه كما فعل هذا الرجل، أو انقطع عليه بأن حال بينهما جدار أو شجرة أو نحو ذلك، فإنه في مثل هذه الحالة يستحب له أن يعيد السلام، حتى لو كنت مع رجل وتمشيان سويا ثم حالت بينكما شجرة ثم التقيتما تسلمان. هذا هو السنة التي غفل عنها اليوم كثير من الناس، مع أنها من السنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الشرع يتشوف إلى كثرة السلام لما في السلام من إزالة البغضاء وإحلال المحبة محلها. فهنا في حديث المسيء صلاته أنه صلى ورجع 3 مرات، وفي كل مرة يرجع يسلم على النبي والنبي يرد عليه السلام. الحديث الثاني قال وعنه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. وهذا حديث صريح، وقد كان الصحابة يفعلون ذلك، أنهم كانوا إذا حال بينهما شجر أو جدار ثم التقيا بعد الجدار وبعد الشجر سلما على بعضهما. وهنا قال يسلم ولم يذكر المصافحة، فالمشروع في مثل هذه الحال السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذه الحال المصافحة وإنما ذكر السلام. فإذا يعني حال بينهما أي حاجز فإنه يسلم عليه، يقول السلام عليكم، هذا من السنة. ذكر الشيخ بن باز رحمه الله قال ومثل هذا يعني يقاس على هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ذكر الآن هنا الشجر وذكر الجدار، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. ذكر قياسا على ذلك قال لو كنتما في سيارة واحدة ثم أنت نزلت من اتجاه والثاني نزل من اتجاه الآخر ثم التقيتما تسلمان على بعضكم، استدلالا بهذا الحديث. ولذلك علينا أن نشيع السلام ونفشيه بين الناس لما في السلام من الخير العظيم، والدعاء لك ولإخوانك المسلمين بالسلامة من كل آفة ومن كل مصيبة ومن كل شر، هذا هو السلام. ولذلك على المسلم أن يستحضر ذلك حال سلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.